الزراعه الارز على سبيل المثال ده مصدر رئيسي عندهم للغذاء. ايوه يقال ان نبتة الأرز تقضي في يد الصيني أكثر مما تقضيه في الأرض. دلالة على إيه؟ على العناية الكاملة. ولازم يكون واضح إن النبتة دي أنت بتستهتر بيها عشانها نالت؟ لا اعدلها. نبتة واحدة. طب خليني هنا دكتور أقول، هل تعني حضرتك إن إحنا علينا بالعمل على المواطن بتعليمه وتثقيفه وعلاجه أو توفير الصحة ليه وتوفير خدمات ترتقي بسلوكه؟ شوفي، أصل اختيار الوسيلة سهل، لكن التطبيق هو اللي صعب. يعني في وسائل كتير عملوها الناس، اجتهادات كتيرة جدا موجودة ودراسات وأبحاث كتيرة جدا، لكن لما تيجي في التطبيق بتلاقي فيها نوع من، وانا يعني لا استنكف ان انا اقول لك، فيها نوع من الفساد والافساد. في ناس عاوزه هذا الوضع يستمر. ده صحيح، لان بيتربحوا منه. صحيح، جماعات مصالح وهتكشفيهم. فيبقى الامر على ما هو عليه. لا، احنا خلينا نقول ان هو مش هيبقى على ما هو عليه. اذا مش هيبقى عليه، مصر دي تنهض خلال 10 سنوات. يبقى البدايه من اختيار العالم، تاسيس العالم. انت بتختاري العلماء ازاي؟ هو اللي يجيب جيد جدا مع مرتبه الشرف في الجامعه، هل هو دوت مؤهل ليكون استاذ جامعه؟ لا. يقود المهندسين والاطباء؟ لا، نفر، مش ممكن. لا. انا كاستاذ في الجامعه عندي معيدين، منهم اللي كده ومنهم اللي كده. طيب، اختيار العالم هقف هنا الحقيقه وارجع ليه بعد الفاصل، لان هو جزئيه مهمه. بلاش اختيار العالم، صناعه العالم. صناعه العالم، ده تعبير ادق. يعني لأن صناعة العالم تعني صناعة للعلم، تعني قوة ناعمة، قوة منتشرة، قوة بتأكد إن إحنا قادرين على البقاء والاستمرار في المستقبل. تحياتي لحضراتكم.